السلام مصري. بعد حرب يونيو عام 1967 انشغلت مصر بإعادة بناء جيشها استعداداً لمعركة تحرير سيناء، لكنها في الوقت نفسه لم تغلق باب المفاوضات الدبلوماسية لتحرير الأرض، حتى جاءت المبادرة الأمريكية التي عرفت بمبادرة روجرز للسلام لتضع مصر أمام معادلة صعبة. كان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، بعد أن تيقن من الموقف الإسرائيلي الرافض لأي التزام بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. وفي مايو عام 1970 وجه عبد الناصر خطاباً مفتوحاً إلى الرئيس الأمريكي نيكسون، خيره فيه بين الضغط على إسرائيل للانسحاب أو تعد أمريكا شريكاً مباشراً في احتلال الأراضي العربية. وفي الشهر التالي مباشرةً جاء الرد الأمريكي على نداء عبد الناصر، حيث بادر وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز إلى طرح مبادرة جديدة للسلام. ورغم التشكك في صدق النوايا الأمريكية والإسرائيلية، أعلنت مصر قبول المبادرة ووقف إطلاق النار رغم معارضة الأشقاء العرب. لكن مصر كانت تخطط لاستثمار الموقف في صالح جيشها، فقامت بتحريك كتائب الصواريخ المضادة للطائرات خلال فترة وقف إطلاق النار. وعلى عكس ما أرادت إسرائيل حين دعمت مبادرة روجرز، لم تقبل مصر بسلام قائم على المساومة والحل الجزئي، وإنما استغلت مصر المبادرة لإعادة تشكيل حائط الصواريخ على جبهة سيناء، وهو ما كان له الدور الأبرز في حماية قوات العبور في حرب أكتوبر عام 1973 التي انتصرت فيها مصر لتفرض سلاماً آخر تحميه القوة.